من القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها. استوعبت العصر كله تدريبا وسلاحا بل وعلما واقتدارا. وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره فإنها أثبتت نفسها. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. وأقول لكم بصدق وأمانة أنني أفضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا كان بغير احترام. وكنت واثقا أنه سوف يجيء يوم تظهر فيه الحقيقة لغيري كما كانت ظاهرة لي. وحين تظهر الحقيقة فإن الناس سوف يعرفون وسوف يقدرون. وأحمد الله. وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين. الأول استعادة أراضينا المحتلة بعد 1967. الثاني إيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا. لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها. إن سجل هذه القوات كان باهرا. ولكن أعداءنا الاستعمار القديم والجديد والصهيونية العالمية ركزت ضد هذا السجل تركيزا مخيفا لأنها أرادت أن تشكك الأمة في درعها وفي سيفها. عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا أتأخر عن لحظة أجدها ملائمة ولا أتقدم عنها. لا أغامر ولا أتلكى. وكانت الحسابات مضنية والمسؤولية فادحة. لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله.